دولة أولاد الحرام خمسين دولة أولاد الحرام يسقط النظام 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 دولة أولاد الحرام في خلال سنة والناس يخرجوا صابرين ومتحدين وفي نفس الوقت هذه المسيرة نقولوا باللي الجزائريين مازال ما حققوش المطالب تاعهم لان النظام السياسي القائم على هذا كل باللي خرجوا اليوم بهذه الكثافه بالملايين في جميع الولايات فقط باش نحتفلوا نسمنوا الشيء اللي درناه في نفس الوقت نقولوا اللي المطالب تاعنا لم تتحقق بعد يجب ان نستمر يجب يكون عندنا النفس الطويل يجب نصبروا ولكن اذا صبرنا وكملنا متحدين انا متاكد باننا سننتقل الى مرحله اخرى تحقيق مطالب الشعب.